المشهد ما بعد 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، الارتباط اللي كان حاصل ما بين وحدة الساحات زي ما بيقولوا، حماس، إيران، حزب الله من جهة، العلاقة دي تغير فيها شيء اليوم بالمعطيات الحاصلة؟ لأن إيران هي اللي بتحكم الحنفية من فوق، فالنهاردة غزة قعدت تحارب لوحدها، وحزب الله صاروخين النهاردة صاروخين بكرة، برضو إيران ما عملتش حاجة غير مؤخرا. فوحدة الساحات كانت اصطلاح ثبت فشله وموته في بعد 7 أكتوبر. لكن الحاجة التانية اللي احنا نفسنا تتحقق وهو المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. تعرف ان حماس في ناحية والسلطة في رام الله في ناحية، دولت موافقين على حل الدولتين وحماس لأ، ومصر انت عارف بذلت جهد جدا الفترة اللي فاتت وعشان تجيبهم، وراحوا الصين وقالوا حاضر ورجعوا مفيش. فالنهاردة بنزلنا عندنا أمل، والمخابرات العامة كانت جايباهم قريب هنا من أسبوع الأسبوع اللي فات عشان نوحد السلطة الفلسطينية. لأن النهاردة لما تيجي تقعدي مع حد برك، أنا أقعد مع مين؟ مين شريك السلام؟ الله يحفظك. مين بقى، أكلم في رام الله ولا حماس اللي متخانقين مع بعض؟ فلازم الاتنين يوصلوا إلى اتفاق لصالح الشعب اللي بيتدمر ده دلوقتي. فأعتقد دي أكبر مشكلة بتواجه القضية الفلسطينية، لأن إذا ما لحقوش وجا ترامب هتبقى مشكلة، تداعيات على القضية أكبر بكتير.